الهدف الأول للمنتخب القطري، الهدف الأول للمنتخب القطري بعد سلسلة من الهجمات على مرمى المنتخب الصيني. ومحمد سالم العنزي اللاعب الخطير وهداف المنتخب القطري يتمكن بعد تمريرة ذكية. ليلة جديدة من ليالي آسيا، هذه الليالي التي تأتيكم من هنا من فندق هوليدي إن الكورنيش بدرة الساحل الشرقي مدينة الخبر. اليوم ودع المنتخبان الكويتي والعماني بطولة آسيا بعد هزيمتين من المنتخبين الكوري الجنوبي والأسترالي. الكويت خسرت عمان خسرت برباعية نظيفة من المنتخب الأسترالي، بينما خسرت الكويت من كوريا الجنوبية بهدف نظيف، لتصبح مباراتهما المقبلة حيث سيتواجهان تحصيل حاصل بعد أن ضمن المنتخبان الأسترالي والكوري الجنوبي الظفر ببطاقة العبور للدور الثاني. هاتان النتيجتان تؤكدان على انحدار الكرة الخليجية في المشهد القاري. فبعد هذين المنتخبين ننتظر منتخبات أخرى ستودع لا محالة، على أمل أن ينسحب من بين هذا الوداع منتخب أو أكثر ليدخل المنافسة. أيضا يلعب منتخبنا الوطني يوم غد مباراته الهامة جدا، ففيها إما يكون أو لا يكون، إما أن يمضي نحو البحث عن بطاقة التأهل، وإلا فسيقطع تذكرة العودة إلى الرياض حتى وإن بقت له مباراة قادمة أمام المنتخب الأوزبكي. كل أمانينا لأخضرنا بالتوفيق يوم غد بإذن الله. تفاصيل كثيرة في حلقة الليلة، ولكن قبل ذلك أرحب بضيوفي الدائمين والناقدين الحصريين ليالي آسيا. أبدأ بأبو فارس عدنا جسني، أهلا ومرحبا فيك. الله يحييك وأحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات وبالزملاء، واشوفك اليوم شتيت رغما عن انفي. قولها خليت انف احد. صار لي 3 مقالات كل يوم انف واحد، ما في الا لنوم. ما في الا لنوم. بس اتمنى المقال القادم ان شاء الله يقول انه سعيد المولد اهلاوي رمى انف الاستئناف. لا يقول لك ايش قال عن البرقان؟ يحيى البرقان يحيى العدل. لا لا شوف هذا يعني بالنسبه لهم عمال يمارسوا الان ضغوط على الاستئناف، لكن يحلموا. يحلموا مو يحلموا، يحلموا بطريقه عدنان جسنيه يحلم. صار عندك طريقه في اللعبه. ابو محمد يا اهلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا فيك وسعيد مشاهدتك اليوم. حبيبي امشي على خطاك، انا البارح انت خلاص بكره من الان نتفق، بكره ان شاء الله نجي حبيبي صيفي. ابو صقر يا اهلا ومرحبا. هلا والله مساك الخير. يعطيك العافيه ابو ساري، يعطيك العافيه. الله عبد الله على القوه يا رب. قلنا اذا المنتخبان الشقيقان الكويتي والعماني يبقيان في استراليا، ولكن بقاء المكلوم فقط للوداعية وتسجيل شرفي في مواجهة الفريقين المقبلة. عدنان جسنية، ماذا يعني خروج المنتخبين الكويتي والعماني وبهذه النتائج يعني الثقيلة، خسارتين وكل واحد أخذ رباعية من استراليا ومشي؟ والله شوف، اللي كنت أتوقع أنه ما يظهر بالمستوى وأنه حتكون هزيمة ثقيلة الكويت. انا اشوف انه هذه افضل مباراه كانت بالنسبه له من ناحيه التنظيم، من ناحيه معرفه نقاط القوه في الفريق الكوري،
يمكن البعض يعتقد اني انا بقصه على الكويت من جانب انه يعني موقف او هذا، لا، حال الكره الكويتيه مزري من فتره طويله، وفي نفس الوقت يحزنني لانه نحن عشنا جوانب مضيئه في حياه في مسيره الكره الكويتيه، لكن انها تصل لهذه المرحله انا اعتقد حتى الشارع الرياضي الكويتي مو يتمنى انه يصير في نقله، يتمنى انه يصير في نقله نوعيه في اللي ماسكين الاتحاد الكويتي، يتمنوا فعلا انه يعني خلاص الهيمنه دي اللي سايره ادت الى هذا التدهور، رغم انك انت لما هيمنه مين؟ هيمنه رئيس الاتحاد الشيخ طلال. اي نعم، انا اعتقد انه يعني خلاص، بس هو يعني رجل منتخب، انتخابات شرعيه يعني فيها الجمعيه العموميه هي اللي تقرر نبيك وما نبيك يا شيخ طلال. هذه اذا كان في جمعيه عموميه برضو نرجع لموضوع انه يعني عارف دول الخليج ومشي حالك، يعني المنتخب العماني هو اللي يعني كمان شفناه ظهر في اخر مباراه كانت امام الكويت، وشفت له المباراه وهذا على انه والله في تحسن، وفي المباراه هذه يعني كان مسحت كل يعني الجمال اللي كنا نعتقده، او انه في تطور او في اعداد اخر للمنتخب. ما تدري ايش يعني انت في بطوله الخليج كنت تشيد بمستوى المنتخب العماني، في المقابل كان زميلنا سالم الحبسي يقول لك يا اخي الكره العمانيه تعيش اوجاع والام مع لقوين المدرب المنتخب، وانه الاتحاد العماني يتخبط، وانت تقول هذه تصفيه حسابات. هل اليوم انت تقر بامانه انه سالم الحبسي كان يقرا منتخب بلاده بشكل افضل ويقف على الاخطاء فيه؟ لا، سالم ما كان يقراها بموقف، لانه يعني الجوانب اللي عند سالم انا كنت اعرفها، وفي نفس الوقت يعني كان له مواقف ما سواء من رئيس الاتحاد او من خلال المدرب. لكن انا لما اجي اليوم هل معنى الغي حاجات يعني مضيئه او ايجابيه في المدرب؟ إيه، لازم تعرف ايش، هل اللعيبه طبقوا الخطه، هل كانوا في الاستعداد النفسي، جوانب كثيره ما تقدر انك انت تحكم عليها. لكن يعني خيبه امل بالنسبه لي او لكل العمانيين والخليجيين انه ممكن تشوف منتخب ينهار بهذه الطريقه. يعني ما عليه، انا بقول لك انه المنتخب الاسترالي قوي، لكنه ترى يعني لما تيجي تطالع القوة الجسمانية هي يعني هي الظاهرة الأكثر، لكن ما في أحد بيعمل التنظيم اللي يعرف كيف يتعامل معه. جميل جميل. أبو محمد، أبو فارس تكلم عن المنتخب الأسترالي، يقول قوي ولكن إحنا الضعف فينا، هل بالفعل ينطبق على الأسترالي تحديدا والكوري الجنوبي والياباني؟ المثل اللي يقول يا فرعون من فرعنا قال ما حد ردني، يعني بالعربي إحنا من نتأخر ونتراجع وليس هم من يتطورون بهذا الشكل اللي يخلينا ناكل أربعة ونمشي من استراليا ومن اليابان؟ هم ما لهم ذنب طبعا في تراجعنا، لكن لنا أيضا قياس في تقدمهم. إذا مثلا بنقيس مستوياتنا فيجب أن نقول وين وصلوا وين وصلنا، ما نقول إحنا لأننا ضعاف هم انتصروا علينا. دائما عندما تأخذ مثلا شيء كقدوة تأخذ الأفضل، ما ترجع للأسوأ تقول له لما أكون أسوأ ما كان كسب، فبالتالي تراجعنا قد يكون مبرر نظرا للحالة اللي بنعيشها على مستوى الوسط الرياضي في المملكة، وكذلك الحال بالنسبة للأشقاء في الكويت. الكويت حقيقة من المنتخبات اللي كلنا طبعا كلنا نحب الكويت وكنا نشجع الكويت، وكان الكويت بالنسبة لنا سنة زي ما تقول الواجهة الحقيقية في سنوات مضت. ربما بعض الجيل الحالي أو بعضهم ما عاش كرة القدم الكويتية اللي كنا نحبها ونهتف لها حتى وهي تتفوق علينا، لأن الكويت كانت يوم من الأيام بالنسبة للمنطقة بشكل عام هي قياس التطور، هي من وصل لكأس العالم، هي من حقق بطولة آسيا، هي من وصل للأولمبياد، هي من وضع بصمة في 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 كأس العالم أيضا أيام الشيخ فهد الأحمد. وتراجعها حقيقة اليوم ربما أرى منه بعض الملامح عندنا، على اعتبار أنه ما تعاني من الكرة الكويتية الآن هو انقسامات داخل الاتحاد. أبو فارس قال أنه هناك جهة مهيمنة، أنا ربما في الكويت نقولها بكل صراحة، ربما في الكويت أكثر مساحة للحرية معنا، بمعنى أنك تقول رأيك أكثر مننا. ما أقول أنه لا يوصل مرحلة الكويت أنه يقول رأي إحنا نحتج عليه حتى وهو يقوله تجاه الكويت، فما بالك عندما
يتدخل مثلا مجلس الأمة في أمور أكبر من الرياضة. طيب. ما مالك بالرياضة؟ هذا بالنسبة للكويت. الكويت بشكل سريع بالنسبة عمان. لعمان. عمان. عمان قفز قفزات يعني عملاقة في 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 فترة ومن ثم بدأ يتراجع. من المسؤول عن هذا التراجع؟ مسؤول عن هذا التراجع يا سيدي أن العمانيين طبعا وهم داخل عمان ما حققوا شيء. عندما يطول عمره احترفوا على مستوى الكرة سواء في قطر أو في السعودية أو في بعض دول الخليج شكلوا المنتخب الحلم، لكن للأسف المنتخب الحلم وفقا طبعا ما كنت أقرأ طبعا من تصريح كان طموحه طبعا في الأول والأخير أن يحقق بطولة آسيا بطولة الخليج. أعتقد أن وصول الفريق لعدد من النهائيات الخليجية وتحقيق بطولة الخليج في عمان ربما كان بالنسبة لهم طموح، وكنت أعتقد أنه حقيقة كان تراجع أكثر من تقدم. كنا نتوقع بعد تحقيق تلك البطولة أنه حضور غير عادي ولافت الكرة العمانية، لكن اللي بنشاهده الآن ويجب أيضا لا نعتب عمان الآن دوريها ما هو دوري محترفين. عمان الآن لا يمكن تقارنها بالدوري بإمكانيات قطر أو إمكانيات الإمارات أو السعودية، ربما تجي هي والبحرين طبعا على ذلك. وصولها أعتقد إلى النهائيات مكسب، لكن تطالبها بأكثر من ذلك تحتاج وقت. جميل، أنا خلني أوقف على تفاصيل الكرة العمانية وما يحيق فيها اليوم واللي أدى لي يعني خسارتها لكأس الخليج الماضية، واليوم يخرج من الدور الأول أيضا في كأس آسيا. معي على الهاتف الزميل سالم الحبسي الناقد العماني المعروف. سالم رحب فيك في ليالي آسيا. جزاك الله خير أستاذ محمد. سالم الحبسي. إيه نعم. ألو. ألو. ريان معي. إيه نعم. ألو. ألو. أنا ما أسمعك يا أبو ريان، تسمعني؟ ألو أبو محمد. طيب حتى يجهز دقيقة بس إضافة بسيطة على الكويت. الكويت الآن تسمع أنت بعد المشاركة أو إثناء المشاركة أننا كلنا مع المنتخب، لكن قبل المشاركة أقصد الإعلام الكويتي والرياضيين الكويتيين. لكن قبل طيب سالم معليش أنا رحب فيك أولا في ليالي آسيا. مرحبا وسهلا محمد شخبارك. يا هلا أبو ريان. أبو ريان بس على الزملاء يا هلا ومرحبا أبو ريان. قلت لعدنان جستنية كنت أنت وسالم في ليالي الخليج على اختلاف في وجهات النظر، أنت تمتدح المنتخب العماني وسالم يؤكد لك بأن ما تشاهده يعني لا يدل على شيء سوى مزيد من التراجع للكرة العمانية. قلت له اليوم كسب هذا الرهان على الأقل، خلنا نقول رغم أن الواحد يحزن أن يكسب الرهان على حساب منتخب بلاده، قلت له كسب سالم، قال لا سالم لم يكسب، المنتخب العماني جميل جدا، لربما اللاعبون لم يطبقوا تكتيك المدرب لأي سبب آخر، ولكن سالم لا زال كما يرى عدنان يمارس يعني ما قال تصفية حسابات، ولكن يقول له حسابات خاصة مع رئيس الاتحاد أو مع المدرب. تفضل سالم. شكرا أخو محمد على هذه المشاركة الطيبة مع المداخلة مع الكوكب الرائعة في برنامجكم مميز حقيقة، وأتصور بأنه يعني أهل بكة أدرى بشعابها. عندما كنت أتحدث عن منتخب عمان كنت أعرف التفاصيل الدقيقة. سالم يعني سالم تسمح لي بس معليش لو قاطعتك، أنت عندك الظاهر الموقع اللي أنت فيه مخلي تقطيع في الجوال، تشوف أنه موقع أفضل. إلى الآن ما ضبط معنا. ما ضبط الحين. تفضل خلينا نشوف. تفضل. طيب. فأنا أقول يعني أهل مكة أدرى بشعبها بمعنى تفاصيل دقيقة. اسمح لي سالم بنعاود الاتصال معك لأن لا زالت الشبكة مش واضحة معنا. شكرا سالم، نعاود الاتصال معك. خلينا نتحول على موضوع الكويت يعني. فقبل المشاركة تجد كثير من الاختلافات، لكن عند المشاركة الكل يتوحد. أنا ما أحتاج أول هيئة منتخب البلاد أقف معاه. اللي حدث قبل هذه البطولة أن الاستعداد ما كان جيد، كما ذكرنا في أول حلقة أن هناك مشاكل بعض اللاعبين ما رافقوا المنتخب الكويتي من ضمنهم الفهد العنزي، وتحدثنا عن هذه القضية وغيرها كثر. فبالتالي أعتقد أنه الاتحاد وسط هذه الظروف أيا كانت قوته لا يمكن أن ينتج. أنا معك أنه هناك زي ما قال أبو فارس ربما هما قوة نفوذ لطلال، لكن في النهاية أنت تعرف الكويت أنها دولة تعمل مؤسسات، يعني بالإمكان للجمعية العمومية أن تسقط الاتحاد. لكن اللي أعتقد أنا أيضا
انه الشراكه، شراكه الاخفاق ما هي بس في الجمعيه ولا في الاتحاد، حتى على مستوى الانديه صراعات. الان بيتحدثوا على ان التشكيله في المنتخب الكويتي 10 من القادسيه، 7 اساسيين وثلاثه يتمرن. هناك من يتحدث مع الفريق، هناك من يتحدث ان البطوله هذه مثابه معسكر نادي القادسيه، وانت تعرف من يراس نادي القادسيه. مين كان رئيس القادسيه؟ معروف، اقول انت تعرف من يراس نادي القادسيه. انا اقول لك ايش بعد ما حققت الكويت بطوله الخليج في اليمن، ايش قال رئيس الاتحاد؟ هو هذه احلام، قال ان انا اسيا. اي بس هذه طيب اذا انت تقول لي في جمعيه عموميه وانه عندهم انا بسالك سؤال، هل لو مثلا طرحناها كامور فنيه وتحدثنا عن الكويت، حتى والكويت مكتمله وحتى الكويت تعيش معي نفس الظروف، هل الكويت المنتخب القادر انه يحقق بطوله اسيا بوضعيته الحاليه حتى بعد التصحيح؟ هي الكرة حتى طبعا المنتخب الكويتي الان بعد يعني وعود الشيخ طلال خرج من بطولتين اسيويتين من دور التمهيدي، يعني هذه الوعود جاء بعدها كاس اسيا في الدوحه والان كاس اسيا في السعوديه، يعني بينهما كاس سيء الى اسوء. بينهما كاس الخليج. تفضل. بس انا اقول اشوف ان الزملاء يعني قدموا المنتخب العماني والمنتخب الكويتي كأن منتخبين كانوا يقدمون مستويات رائعة ووصلوا مستويات عالية وتراجعوا. لا لا. الوضع الحالي للمنتخب العماني ومنتخب الكويت هذا الوضع الطبيعي. يعني احنا ما نقارن، مو في مثلا في زي المنتخب السعودي، مع احترامي وتقديري. المنتخب العماني على مستوى الآسي ما حقق شيء. حتى الآن لا يعتبر انه رقم صعب في نهايات آسيا. الكويت ماضي. والكويت هذا اللي جايك بالكلام، وحتى على مستوى الخليج هي بطولة وحيدة. وهي البطولة الوحيدة اللي أخذها قدام المنتخب السعودي وركلات الجزاء وركلات الترجيح. المنتخب الكويتي مثل نقول نتكلم عن المنتخب السعودي، إنه منتخب حقق ثلاث كأس آسيا، وفي الفترة اللي كان يحقق كأس آسيا كان يلعب على النهائي. يعني تخيل من 84 حتى 2007 المرة الوحيدة اللي ما لعب على النهائي هي 2004 ومتأهل لكأس العالم 4 مرات، متواجد بقوة. هذا هو المنتخب اللي تقول تراجع. منتخب الكويتي كان مجموعة ظهرت في المنتخب الكويتي حققت كأس الخليج في تلك الفترة، ما في لهم كان ينافسه منتخب العراق فترة معينة، تأهلوا كأس العالم 82، حققوا كأس آسيا في 80، وبعدها منتخب الكويتي من 86 وجاي منتخب عادي إلى أبعد الحدود، حتى بطولات الخليج يشارك فيها وهو غير مرشح حتى من حققها. أنا أضطر أرجع إلى زميلي سالم الحبسي. سالم يا أهلا ومرحبا، استكمل الخير اخي محمد مره ثانيه، ان شاء الله يكون الصوت واضح. جدا واضح. سالم انا بضيف على كلام عدنان جستنيه، كلام زميلي دباس الدوسري، يقول شو المطلوب من المنتخب العماني؟ المنتخب العماني طوال تاريخه فقط بطوله خليجيه وبركلات ترجيح مع المنتخب السعودي، فهذا هو الواقع. يعني احنا ليش ناسى على واقع هو اساسا سيء؟ طيب اولا احنا طبعا نحترم جميع الاراء، وخلينا نمشي خطوه خطوه. يعني اذا فريق يفوز ببطوله خليج بضربات ترجيح هذا معناته ما هو بطولة، ما عنده طموح؟ لا، من عام 2004 المنتخب العماني في دورة الخليج 17 في قطر وهو منافس في الصفوف الأمامية على دورة كأس الخليج. طبعا منتخب عمان قبل ما يوصل إلى منصات التتويج أو المنافسة على دورات كأس الخليج كان هناك شغل من عام 1992 على مستوى قاعدة الناشئين، وصل منتخب عمان للناشئين إلى كأس العالم في الأكوادور عام 1995، ومن ثم في مصر عام 1997 بالتوالي، ومن ثم كأس العالم اللي تلاتها 2000 في جراند دوبان، وحقق المنتخب إنجازات على مستوى قاعدة الناشئين والشباب والأولمبي. وبالتالي طبيعي أنه عندما تبني ويكون عندك منتخب أخذ كفايته في البناء والإعداد ضمن استراتيجية كانت طويلة الأمد اللي يحقق أيضا بالتسلسل، ونحن ما نحن مستعجلين على طول بشرية أن نحن نفوز كأس العالم، لا، لكن الآن نحن أصبحنا وصلنا إلى قمة كرة القدم الخليجية، ولكن للأسف شديد لم نحافظ على هذه الوصول. وأنا مع الأخوان في بعض الطرح بأن هناك تراجع للمنتخب العماني لكرة القدم، لأنه الإدارة التي أتت لقيادة لقيادة دفة الكرة العمانية هي ليست كفأة بالطريقة التي تجعل الكرة العمانية تستمر في مستواها وتمضي أيضا قدما للمنافسة على الألقاب الأخرى سواء القارية أو العربية أو العالمية. جميل. وبالتالي جاء هناك تراجع أخي محمد، جاء تراجع
بسبب الصراعات التي تمت على المناصب الشرفية والمناصب الإدارية وعلى كرسي الرئاسة، وأيضا يعني المنافسة على الاتحادات الأخرى، لأنه أصبحت الرياضة العمانية للأسف الشديد هي عبارة عن كعكة توزع من أجل انتماءات معينة وليس الهدف الرئيسي المنتخب. جميل. واليوم نرى بوريان، خليني أسألك في هذا الجانب مثلاً. خليني أسألك في هذا الجانب، معليش تسمح لي بوريان، يعني هل أزمة الكرة العمانية اليوم أزمة جمعية عمومية أفرزت انتخابات أنت أشرت لا على أنها انتخابات يعني نقول مفبركة، انتخابات مثلا غير حقيقية، أو أزمة تخطيط بعيد بمنأى عن الجمعية العمومية؟ شوف أخي محمد، هي تحتمل الاثنين. الأولى نحن مثل ما قلت لك في عام 1992 بدأ التخطيط الصحيح من القاعدة، ووصلنا الحمد لله إلى مستوى جيد نحمد الله عليه، ومن ثم أصبح هناك تنافس على المستوى الخليجي. لكن للأسف الشديد أقول لك أنه هذا التخطيط كان لفترة مؤقتة، كان لفترة معينة لم يستمر هذا التخطيط. وعندما تم بدأت فكرة الانتخابات عام 2007 في عمان، أول اتحاد تم انتخابه في 2007، بدأت هذه الصراعات تطفو على السطح. ترك موضوع الإدارة والاستراتيجيات والرؤى والتخطيط السليم، وأصبح هناك التنافس على البقاء على المناصب أو البقاء في الاتحاد، وكذلك التنافس على اللجنة الأولمبية والاتحادات الأخرى الرياضية. واليوم نحن ندفع هذا ثمن هذه الديمقراطية كما يقال، والتي جاءت من صناديق اختراع غير حقيقية حقيقة، وأفرزت مجموعة من الإداريين الغير أكفاء في قيادة الرياضة العمانية وكرة القدم على وجه التحديد. طيب سالم، يعني الآن واضح جدا في السعودية هناك أصوات إعلامية وأخرى جماهيرية تظهر تنادي برحيل الاتحاد الحالي، في الكويت أيضا هناك أصوات قوية تذهب باتجاه حتمية أن يرحل اتحاد الشيخ طلال فهد، في عمان لا نكاد نسمع أصوات إلا يبدو لي صوت سالم الحبسي، يعني من ينادي برحيل الاتحاد الذي يرأسه الشيخ خالد أو السيد خالد البوسعيدي. لماذا تخفت هذه الأصوات رغم هذا الواقع اللي أنت توصفه لنا على أنه واقع سيء في الاتحاد العماني؟ أخوي محمد، يمكن أن صوتي لأن أسمع به من به يصممون، لكن أنا أعتقد اليوم لو دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي ستجد هناك اشتاق يعني صاخي جدا، وهو المطلوب إقالة السيد خالد أو استقالة السيد خالد، وكذلك إقالة بول لوغوين مدرب المنتخب. والآن نحن معك على الهواء، ستجد يمكن قناة عمان تطرح قضايا أفخم من القضايا التي أتحدث فيها معك على الهاتف الآن، قضايا فساد مالي، قضايا تجاوزات مالية، قضايا أخرى. وبالتالي يمكن أنا ألوم هنا الإعلام السعودي بأنه لا يتابع أيضا، يهمه فقط الشأن المحلي أكثر من أن يتابع الشأن الخليجي بشكل عام. يمكن يصل بعض الرتوش، لا تصل التفاصيل الدقيقة والتفاصيل الكاملة. وبالتالي أنا أعتقد أنه لو عدت معك لأصل المشكلة، أصل المشكلة أنه مشكلة الأساسية هي الجمعية العمومية والفكر، الفكر المتردي في الجمعيات العمومية التي لا تقوم بدورها الحقيقي. أنت جمعية عمومية المفترض تكون دورك أكبر من الاتحاد، أنت اللي تحاسب لأنك أنت اللي بتختار، أنت اللي بتعطي صوتك في الحقيقة. بينما وجدنا خلال 8 سنوات دور الجمعية العمومية لا يتعدى بأن يكون هناك اجتماعات جمعية عمومية وتصويت على بعض الأمور الإدارية والمالية وصلى الله وبارك. جميل. وبالتالي أنا أعتقد طبيعي اليوم أنه نحن نصل إلى هذه المرحلة. النقطة الأخرى اللي ذكرها أحد الأخوان عندك في الاستوديو بأن عملية الاهتمام في السلطنة على كرة القدم محصورة بشكل بسيط، لا، أنا أقول لك خلال 8 سنوات أو 7 سنوات تم صرف أكثر من مليار ريال سعودي على منتخب كرة القدم فقط. أين ذهبت هذه الميزانية؟ مليار ريال على منتخب كرة القدم؟ نعم، على ميزانية كرة القدم فقط في عمان. في خلال كم؟ ميزانية بسيطة، هناك وضعت إمكانيات غير عادية. صاحب الجلالة السلطان قابوس وضع ميزانية مفتوحة للمنتخب عندما وصل إلى الدور الثاني في تصفيات كأس العالم. أكثر من ذلك ما هو المطلوب؟
يعني افتح خزائن البلد كلها عشان كره القدم. طيب وضعت ميزانيه ضخمه من اجل تطوير كره القدم، لكن سالم. للاسف الشديد عندما لا يتواجد فكر حقيقي وقادر على اداره كره القدم مع تواجد امكانيات ماليه، طبيعي نصل الى هذا المستوى الذي وصلنا اليه اليوم. سالم، سؤالي الاخير، كم تبقى لهذا الاتحاد في فترته الانتخابيه الحاليه؟ هو عنده انتخابات على العام القادم 2016. اليوم هناك تحركات ربما، لكن انا اعتقد ان هي تحركات ايضا خجوله حقيقه من بعض اعضاء الجمعيه العموميه. بعض الانديه اصدرت بيانات في عدم رضاها للمستوى الذي وصل اليه المنتخب في كاس اسيا وخروجه المدل امام منتخب استراليا، على خلفيه طبعا انه مواجهات عمان مع استراليا لم تكن بهذا الشكل ابدا في تاريخ المواجهات منذ عام 2007، وبالتالي هذا التحرك يعني لا ربما انا اقول، وان كنت استبعد، ربما يحرك بعض المياه الراكده خلال يومين ثلاثه ومن ثم تجف هذه المياه الراكده. جميل. سالم، معك عدنان جسنيه. مساك الله بالخير. يا اهلا يا اهلا يا استاذ، مرحبا وسهلا. اشتقنا لك يا ابو ريان. حبيبي الله يحفظك، واحنا كذلك والله. اقول لك من خلال الرؤى والحقائق اللي انت ذكرتها خليتني يعني ارجع في كلامي كله عنك، واعتقد انك انت كسبت المعركه، ويجب اني انا يعني ارفع الرايه. حبيبي استاذ عدنان، انا اقول لك اول هي مش في معركه، لكن انا قلت لا هي معركه لمصلحه الكره الخليجيه عموما. نعم، انا اقول لك يعني عندما نتحدث نحن كاعلاميين في كل الدول الخليجيه والعربيه، ما هي يعني فوائدنا عندما ننتقد؟ ننتقد من اجل تصحيح الوضع. لا احد اليوم اعتقد ينتمي الى اي بلد زين يتمنى لمنتخب بلادي ان يخرج بهذه الصوره السيئه. كل اعلامي عنده امانه كلمه استاذ عدنان، علينا ان نقول الكلمه حتى لو ان كانت يعني قاسيه احيانا يعني اول كلامك بانك انت ضد فلان او مع فلان. اليوم انا اقول لك الكلام اللي اقول لك اياه لا يتعدى 20% من الكلام الذي يطرح على مستوى التلفزيون العماني والصحافه العمانيه، حتى لا اكون قاسيا على رئيس الاتحاد العماني لكره القدم، وحتى لا يقال ايضا تصفيه حسابات، اضع بعض المحاذير. لكن بلا بد نحن نمشي في نفق مظلم، وكل يوم يتراجع المنتخب الى الخلف، لانه لا وجود لخطط ولا وجود لبينه واضحه للقادم. وانا اليوم كتبت استاذ عدنان جسنيه واستاذنا طبعا في كتابه المقالات، كتبت مقاله منتخب عمان، قميص منتخب عمان قد من دبرين. جميل. الأستاذ سالم الحبسي الناقد العماني المعروف، شكرا جزيلا لك. أنت وقفت عندك، معليش بس على أساس أعطي مصقر الفرصة، توقفت عندك دباس. أنا اللي أحب أن أقوله أن منتخب الكويتي منتخب متراجع من 86 تقريبا، يعني منتخبنا بدأ يتراجع من 2007، هم قبلنا من 20 سنة، وكأس الخليج اللي يحققونها بين فترة وفترة هذه تكون مسكنات بالنسبة لهم. لكن خليني أتكلم أنا بشكل عام عن الكرة الخليجية. حنا مشكلتنا في المقام الأول ليست لا في لاعب ولا مدرب، ولا مشكلة الكرة الخليجية بشكل عام في الإدارة. الإدارة الإدارة الإدارة، أنا مارست عمل إداري، لما خطت في الواقع الميداني اكتشفت فعلا حنا مشكلتنا في الإدارة. حنا ما عندنا إدارة حقيقية، كل شغلنا اجتهادات من أوله إلى آخر، مجرد اجتهادات. لا عندنا ميزانيات واضحة، لا عندنا أمور مالية محددة، لا عندنا خطة مستقبلية. ما في خطة مستقبلية أصلاً، ما يمديك تسوي شيء. عموماً إحنا ما تعذر، أقول لك إحنا مشكلتنا في الكرة الخليجية ما في إدارة. الآن يقول لك الكرة في الخليج تراجعت، أنا ما أعتقد أن المواهب تراجعت بشكل كبير، لا زال عندنا مواهب في الخليج، ولكن الخطوات اللي خطاها أستراليا أو اليابان أو كوريا، وبالذات اليابان، خطوات إدارية، فرق فكر. الفكر هو اللي طور الكرة اليابانية. اليابان في 89 لما كنا نلعب معاهم على كأس العالم 90 هزمينهم 2-0 وما نعتبرهم فريق مرشح نهائيا. صحيح. في 92 خذوا كأس آسيا ومن بعدها خلاص بعد ثلاث مرات حققوه. القضية قضية إدارية 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 في الدرجة الأولى والدرجة المئة. جميل. تتفق أبو صقر مع دباس أن القضية إدارية، وانه احنا ما تقدمنا بذاك الشكل اللافت حتى نقول تراجعنا باستثناء المنتخب السعودي. الامر الاخر
دباس ما يظلم اليوم الكرة الإماراتية اللي قاعدة تخطط وتصل، ما يظلم الكرة القطرية اللي توه محقق كأس آسيا للشباب ومحقق كأس الخليج؟ أنا اللي أعتقده شخصياً أنه أتفق مع أبو ساري في كلمة واحدة، أنه إذا حنا نبي نناقش على مستوى الخليج عن تراجع منتخب، لا يوجد منتخب يستحق النقاش غير المنتخب السعودي. لا يستحق النقاش؟ لا، المنتخب السعودي هو فقط من يستحق النقاش، لأنه كان في المقدمة. لا، أتكلم عن الإنجازات. نعم، أتكلم زي ما تفضلت، يعني مع احترامي البقية كلها بطولات خليج. طيب تسمح لي، الكويت وصل أولمبياد موسكو، ما عليه، كأس آسيا، وصل من بلاد موسكو، راح كأس العالم 82 موسكو عام 80، قال لك موسكو عام 80 82 راح كأس العالم، كأس آسيا 80، كأس آسيا 80، ومن 86 87 انتهى، ما عاد في شيء. احنا هذا اللي نشوفه، هذا أمر. قضية ما يجري أنا وجهة نظري من تخطيط سليم أنا أراه في الإمارات وقطر. شغلهم هذا، خلنا نقولها بالصورة العامية، شغلهم شغل صحيح وشغل سليم وماشيين صح، ولكن ومع ذلك قد يستعجل أحد ويقول طيب يا جماعة الخير قطر بدأت مثلا في التجنيس من 10 سنوات أو أكثر. لا لا، من أكثر، من عام 98، 15 سنة وقاعد نشوف بعدين، يعني أوكي طيب متى راح نوصل اللي ما وصلت ليه كوريا، اليابان، الآن نشوف المنتخب الأسترالي. إحنا لين نخادع أنفسنا؟ ما زلنا إحنا نقول مثل في السعودية إحنا منتخب ولاعيبة محترفين، وأيضا في الكويت موجود الكلام، وحتى البحرين وحتى قطر وحتى الإمارات، لاعب واحد في الخليج اللي يلعب في أوروبا حارس مرمى، في حين أثناء تشكيلة أستراليا اليوم المعلق يتحدث حتى الاحتياطيين يلعبون دوري إنجليزي، الدوري الإنجليزي، لدرجة أنه ذكر أنه 5-6 من لعيبة سيدني اللي محققوا كأس آسيا ما ضموا منتخب. ليه؟ قالهم يلعبون في الدوري المحلي. شوف الدوري المحلي، اليابان يلعبون في أندية وأندية كبيرة، يعني يلعبون في مانشستر، يلعبون في موناكو، صحيح، يلعب في الدوري الألماني، بالضبط الدوري الألماني. لا، وأنا أقصد لحظة، لما أقول يلعبون في الدوري الألماني أو يلعبون الدوري الإنجليزي، وين يلعبون؟ في الشامبيونز ليج، بالضبط، دورتموند ميلان، انتر. هذا اللي انا اوصل له يا ابو ساري، احنا لذلك احنا نتكلم، يعني لما احنا نجي انا وجهه نظري يعني احنا نهول الموضوع، ليش عمان يخسر باربعه؟ انا امس واول امس كنت اقول ما استبعد عنصر المفاجاه، مفاجاه ها، نحط حتى 10 خطوط، لكن الواقع لا، الاربعه عاديه. لما يقول لي اليابان فاز بكره على السعوديه 4-0، انا شخصيا اقول عادي بكل صراحه، لانه في بون شاسع بينه وبين اليابان، وليش انا اجي واقعد واتكلم وكاني انتظر هالهزيمه المخجله بدل ما نسميها، نقول يا جماعه تعالوا نبي نجلس. لا يا اخوي، قبل ما توصل هالمواصيل انك تخسر من اليابان باربعه او خمسه او من كوريا او من استراليا، اللي قبل قليل يمكن انا اختلف مع ابو فارس لما قال الاستراليين يعني مجرد اجسام، او لا يا اخوي، اليوم انا شفتهم في 17 دقيقه اللي احنا نسميها بالعاميه الطقطقه، والله يطقطقون. اوكي يمكن يعني هذا مو مستواهم الحقيقي، والله يطقطقون، والله انا احس انهم قاعدين يتسلون. لا هذا مستواهم الحقيقي. مصداق لكلامك، مصداق لكلامك، احد الفنيين يوم كلمني يقول لو انه المنتخب الاسترالي ما واضح يوزع جهده من اجل المباريات الجايه اليوم سبعه يكون هذا وهو مرتاح. وعبد الله جات كذا لقطه وانا ولدي جالس يتفرج يضحك، ولدي تحس ان اللاعب العماني سوري من اللف صار احول، مو عارف يركز، ما يدري، يعني يستلم الكرة ترجع الكرة يروح على الخط وهو مسكين بس رايح جاي رايح جاي، ولسان حاله يقول يا رب سلم سلم ان شاء الله تطلع اوت ان شاء الله. وفعلا جات كرات ورا كرة كرة ورا كرة، طبعا الحارس ما شاء الله تبارك الله ما قصر بعد اليوم حبسه، شال كم كرة. نفس الحكاية لما شفت لقطات، انا ما شفت مباراة كاملة، اليابان وفلسطين، طبعا خلينا نقول فلسطين يعني وضعهم الله يربي يرحم حالهم، لكن تحس ان هالناس اللي قاعده تلعب بلاي ستيشن، مو بكيرم فريجنا الاولي، لكن انت لما تجي تنزل. والدليل ان احنا اول الشوط الاول قدام الصين، مع احترامي لبعض النقاد بدون ذكر اسماء كتبوا وخرجوا في محطات اخرى ويمكن حتى معانا، قالوا يا جماعه لا تنسون ان احنا لعبنا قدام الصين. الصين مين؟ ارفق على حالك، الصين عدل مع اليابان ايش بتسوي؟ يعني كانه يقول احنا قلنا الحمد لله
طيب الله يعدي شوط الاول على خير. عندي تعليق بسيط بس على كلامك. انا اقول نقاشنا وجهه نظري نقاشنا على ايش اللي قاعد يصير. انا اتصور هذا وضع طبيعي. كويت عمان حتى احنا الان اذا اردنا ان نقارن انفسنا باللي يصنعونه اليابانيين والاستراليين حتى الكوري الجنوبي اللي احنا نقول متراجع يمكن اليوم مع الكويت شوي جميل. لكن جميل. يتفوقون علينا في كل شيء. كل اللي قاله ابو صقر حقيقه سبق وان قيل وهو صوره مكرره لما نقوله دائما عندما نخفق. لكن هو ايضا تطرق والله قلت قبل ابو محمد لا عندما نخفق بشكل عام مو يعني ما بعد نخفق ترى احنا لا مخفقين احنا من اول في مساله الان. اذا كان بنقيسها بهذا انا معك ان الاحتراف مطلوب. انا معك ان وجودنا زي في اي دوري مطلوب واو من زمان نصارخ في الكلام ده صح. الان يا ابو عبد الله القضيه ما هي قضيه ان هذول محترفين واحنا ما احنا محترفين. القضيه قضيه ان حققنا كاس اسيا ما كان عندنا ولا لاعب محترف في اي دوله صح ولا لا. بس عندك حق. وصلنا كاس العالم نفس الطريقه ما كان عندنا احد. بل بالعكس عندما بدا بعض اللاعبين يحترفوا اخذناهم مسخره وطقطقه في اعلامنا. هذا الواقع. اليابان اذا خلني اكمل اذا عندك شيء قوله فضل. انا اعطيك بالادله. يعني لما سامي الجابر لما راح انجلترا ايش قالوا عنه؟ ياسر القحطاني لما قال جوله العقد ايش قالوا عنه؟ حسين عبد الغني لما راح ايش قالوا عنه؟ فؤاد انور لما راح الصين ما حد دري عنه. الغشيان لما راح هولندا ايش دري؟ هذا يجب ان تتكلم. كم مده بغض النظر عن مده انا بتكلم لك الاحتراف. اسبوعين وثلاث اسابيع وثلاث شهور. انا بتكلم على اسبوعين. هذا انتداب مو باحتراف ولا برزو. انا بتكلم الان المشكله انه في عز مستوى اللاعب السعودي، في عز وجود لاعب مثل ماجد عبد الله، مثل عبد الجواد، مثل دعيع لعبوا في كاس العالم وصلوا لاي مرحله ايامها. هل جانا احتراف؟ كان عندنا احتراف؟ خلني اكمل. عندنا مواهب. ما عندنا، لكن الان تراجعنا الان واسبابه. اولا الانديه زي ما قلت الان باتت تعمل لمصلحه رئيس النادي، وجنبنا رئيس نادي مخضرم. تعمل اني انجح رئيس النادي ولا يهمني اني يروح منتخب ما يروح. الان اذا انت تبغى تسوي زي اليابان اللي سوته قبل 6 سنوات 7 سنوات ارسلت فريق كامل للبرازيل. اليابان قبل 10 سنوات أو بعد ما بدأت رجعنا للفكر الإداري. لا خلني أكمل. اليابان اللي بنتكلم عنها الآن أيضا قبل ما وهي حتى ضعيفة أمامنا كانت تروح شركات تدفع للنادي ميلان ولا نادي مدري مين في سبيل أنه يأخذوا حتى يأخذ لاعب ياباني معه في الصف الثاني. طيب أحمد. إحنا حققنا كاس العالم وصلنا كاس آسيا بدون أي احتراف، لكن هذا لا يلغي أن إحنا ناجحين وغيرنا فاشلين. لكن يجب أن لما نتعرض الموضوع ذا نتعرضه حتى وإحنا نكسب. واحنا ابطال كان يفترض نقول لعيبتنا ده المفروض الان نبحث عن عقود لهم في اوروبا، لكن الان بنعاني. متى كانوا يكسبون يا ابو محمد؟ هو كم يكسب 4 سنوات 4 بطولات كاس عالم. تفضل. لما كنا احنا هو كانوا هم ايضا هو فكانت تكسب المهاره. ايوه. ولكن حينما بدا تطبيق الاحتراف من الجانبين اكتشفنا احنا احترافنا احتراف مشي حالك. طيب والمنتخب البلجيكي كان هاوي؟ لا انت ما تقارن. لا بس لو عدناها بعدها بيومين لا المنتخب منتخب تركيا جت كذا مع تركيا حقق رابع العالم. هل معناته اليوم حقق رابع العالم بعد كم؟ بعد ان غاب 20 سنه اليوم هو برا العالم. ايوه بس رجعه اليونان حق بطل اوروبا هو برا العالم لانه في اوروبا تحقيق حاله واحده لا تبني عليها ان انا افوز على بلجيكا. ها هذه الحاله. انا وصلت لأن ما بتكلم إنه إحنا رحنا كأس عالم زي ما تقول نحتفل بوصولنا في تلك المرحلة، لكن حققنا. وأبو فارس كان شاهد حقيقي أيامه كان في أمريكا. القضية الآن ما هي قضية ما عندنا احتراف ليش ما نحترف. القضية قضية تراجع كرة قدم على المستوى المحلي بشكل عام. منتج كرة القدم هي الأندية. الاتحاد يخطط، الاتحاد يختار منتخب، الاتحاد يدفع. الآن لما قال لك إنه دفعنا مليار في 8 سنوات انا حسبتها حسبه وغرت تغريده قلت من يصدق ان انديتنا السعوديه يمكن في موسم تخسر على كره القدم مليار. حسبتها من الاهلي والهلال والنصر والشباب الانديه الثانيه دي انها قد تصل للمليار. بس فين نتائج المليار ده؟ هذا الفكر الاداري اللي احنا نتكلم عنه. اسمح لي ابو محمد الفكر الاداري هو رئيس النادي اللي هو انت واللي هو الامير فلان ابي ارجع ابو محمد الفكر الاداري ما في الاتحاد لكن مدان في الانديه صح ولا لا؟ طيب نسمع ابو صقر وبعدين ارجع لي. طيب بس محمد انت قلت كلمه وشوفك يعني تراجعت عنها. قبل شوي تقول احنا عندنا احتراف وهم عندهم احتراف وانا صراحه استمتعت بهالكلمه وسكت بعدين قلت
اليابان راحوا وشركات وعملوا هذا قلت قبل ما يظهر. لا لا انا شو اللي اقصد؟ أيه. احنا مو هذه الفكره اللي داري قال ابو ساري. احنا طيب كيف نوصل؟ كيف نقدر نسوي زيهم؟ كيف نقدر نعمل زيهم؟ كيف نصرف زيهم؟ الان اذا كنا نقول احنا عندنا احتراف متفقين وزي احتراف ولا طب نختلف عنهم. انت بنفسك قلت انهم راحوا شركات، راحوا الميلان وراحوا الانتر ميلان وراحوا كذا. احنا الان ما نبي الحاجه اللي احنا نسميها الانديفيدوال اللي يروح فلان يحترف في اسمح لي من هالانديه اللي ذكرتهم. اولا صين وكوريا انا ما اعتبرهم انديه ذاك الايام يروحون يحترفون، كان ذاك الوقت الشباب السعودي اعتقد. طيب اسالك انا بس لا تكمل. الان عندك لاعبه المنتخب السعودي، الان انت 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 فاهم كره قدم، وريني ابرز لاعبين او ثلاثه لاعبين يستحقوا الاحتراف وحدد لي اي 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 درجه احترفوا فيها من اللاعبين الان اللي بيمثلوا المنتخب. طيب هذا انا جيتك انا شفتك قبل شوي قلت إيه؟ مع ذلك انا وجهه نظري في ناس زعلوا كثيرين الان المواهب اللي عندنا يا يعني قلت وصلنا لا يمكن اقارن المواهب السابقه، احنا عندنا قصور في الموهبه، لكني انا انت شفتك تستشهد ان احنا بعرضه وصلنا الاحتراف، احنا ما وصلنا ولا احترفنا والله كان صريح. شيهان ترى ما لعب الا ثلاث مباريات يا اخي. انا اقول سامي الجابر لعب سخرنا سامي الجابر لعب 60 دقيقه ماله وماله بس سخرنا منه. كيف مالك وماله سخرنا منه؟ اللاعب المغربي يوقع عقد مع نادي درجه ثانيه زين سكشن بي على قولتهم في انجلترا سنتين، السنة اللي بعدها شو يلعب في ليفربول وفي كذا وفي مانشستر وهذا موجود حتى الان من اول لانه عندهم لان عندهم ما في رئيس نادي يعمل لنفسه. أي هنا رئيس نادي؟ هنا لوجاك انا بقول لك انا معك والله صح كلامك. انتظر ابو صقر انا بكمل كلمه. اقول هنا يا ابو صقر هناك عندهم ما في رئيس نادي يحاول بشتى الوسائل ان اللاعب ذا ورقته الرابحه يحترف برا، وانا ابغى احقق به منجاز عشان اصير الرئيس الذهبي. محمد هذا فكر الوسائل عندي عندنا محمد مستعد يدفع له في سبيل انه ما يحترف. محمد انت الحين كلامك الان تبي تقنعني انت لو الخشيان راح وبرز زين اول رئيس في اي احد تعتقد انهم بيفرطون فيه لما يروح يقعد لي 3-4-5 شهور وبعدين يرجع، والثاني يروح المدينه الثانيه وشهرين ثلاثه ويرجع وهذاك يروح. اذا ما عندنا لعيبه صار الاحتراف ليش نطرق ابوابها؟ اذا هذا رايك مو رايي هذا اللي صار. طيب اذا ما عندنا لا نطالب بالمستحيل لا لانه ما لانه لو هم فعلا صح زي ما تفضلت تقول اليابان ها ما رجع بعد 3-4 شهور كان واصل ثم انتقل الى انديه. طيب. اكبر وافضل. جميل اسمع ابو ساري ابدا من حيث انتهوا. اللاعب عندنا لما يروح وهو غير مؤهل في الاصل. القضية قضية تأسيس. فكر الإداري يبدأ في التأسيس، احنا ما نبغى نرجع نفس الكلام القديم اللي يقول لك الفئات السنية هذا الشغل الصحيح. والمدارس احنا ما عندنا شغل صحيح. صح. أنت قلت اللي عندي رئيس نادي، أنا رئيس نادي، عندي عمل السنة هذه أنا لازم أنجزه. ما عندي إمكانية إني أنا أخطط سنتين ثلاث أربع. صح. فترة أوكي؟ رئاستي. لا مو فترة رئاستي. صح. حتى ولو اترك هذه حالة اترك الحالة اللي احنا فيها أصلاً نادي يعني ما احنا خلينا نتكلم عن الانديه الكبيره اللي هي الان النصر الاهلي اتحاد شباب حلو. اتفاق الانديه هذه اللي لها انت قلت رئيس النادي الان هنا يرجع اللاعب ومستعد يدفع له في سبيل بس كلامك مو منطقي يا ابو محمد صح صح حتى واقعي ولا هذا المفروض يسويه هذا المفروض يسويه واقعي كلامي ولا هذا المفروض يسويه انت لحظه أيوه. هو يقول لي في المغرب مثلا ولا في تونس ما في رئيس نادي يرجع الا فينا رئيس نادي يرجع بس ما يقدر عليه. جميل الكلام انه ما يقدر عليه. رئيس نادي الهلال رئيس نادي النصر وش همه؟ مصلحة ناديه. هو مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن نادي النصر، مسؤول عن نادي الهلال، مو مهمة والله اخذ لعيبتي الكويسين واخليهم يروحون يحترفون في اوروبا بتراب الفلوس عشان بعد 5 سنوات يرجعون ينفعون الكرة السعودية. جميل مو منطق الكلام هذا طبعا اي بس مو بعيب رؤساء الاندية بالعكس هم على حق. وكيف يحترف وجال يعني كيف نطالب باحتراف خارجي؟ من اللي قال لك نطالب باحتراف خارجي؟ احنا بنتحدث احنا نقول لابد يكون في تغيير الفكر نفس الفكر من الاصل في وضعنا الحالي سنستمر على 2015 ولا تغير فكرنا؟ ما تغير الفكر ما تغير الفكر. يسعدنا ايضا التواصل فيما يطرح من ضيوف البرنامج عبر هاشتاج البرنامج هاشتاج ليالي اندرسكور اسيا. راح نستقبل اراءكم اسئلتكم طبعا قبل نهايه الحلقه ويظهر معكم الهاشتاج عبر الشاشه. عدنان خليني اتكلم عن التجربه الاماراتيه والقطريه اللي اليوم البعض يراها نموذج للعمل الاداري الجيد. الامارات مش اليوم تخطط، القطر مش من اليوم تخطط، صار لهم سنوات، لكن على المستوى الفريق الاول ماذا انتج هذا الحضور؟ القطريين حققوا كاس الخليج وحققوا ذهبيه اسياد،
عدا ذلك لم يحققوا كاس اسيا، لم يصلوا لنهايات كاس العالم. الامر ايضا ينطبق على الامارات، كاس الخليج وفقط. هل هذا ايضا يعتبر نموذج للتخطيط الخليجي اللي يمكن نضرب فيه المثل؟ وتشوف لما تيجي تلاحظ يعني ما هو حاصل في الامارات على مستوى يعني منظومه كامله، يمكن الجانب اللي يخص المنتخب غير الواقع على الانديه، وان لم يكن هناك في جانب يعني استثماري مثلا في الامارات في ابو ظبي وقطر، لكن تحس في حاجه واحده وهذه اللي تنقصنا، الاخلاص والصدق. عندنا ما في لا اخلاص ولا صدق. لا اخلاص من المسؤولين، تعال اعطي لك هي من متى؟ من 1998 لما اخفقنا ايش طلعوا؟ قالوا نحن نحتاج الى دوري المدارس، نحتاج الى اعاده بناء. هذا 2002 لما لجنه تطوير الرياضه. لا لا خلي، لا في 1998 في فرنسا قالوا نحن سبب تدهور الكره انه لابد الاهتمام بالمدارس، لابد من ايضا اللاعب السعودي يحترف خارجيا، وحطوا لنا مشاريع بنوا لنا صح والله صح صح كلام طالع، وانه في عام 2006 حننافس في كاس العالم، و2010 حنحقق كاس العالم ولا زلنا في المربع. أيوه الاول معلش انا اخذ على الهاتف ايضا الزميل سطام السهلي الاعلامي الكويتي المعروف. سطام رحب فيك في ليالي اسيا. حياك الله محمد، ورحب فيك ورحب فيك ورحب المشاهدين. سطام، ما الذي يحدث في الكرة الكويتية؟ خروج متوقع أم يعتبر صدمة بالنسبة لكم كشارع رياضي كويتي؟ في البداية طبعا شاكركم على هذه المداخلة، طبعا ما نجامل ولا نزايد، هو كان خروج متوقع بلا شك. وقوع الكويت وعمان مع كوريا الجنوبية واستراليا منتخبين مرشحين المنافسة على البطولة، أتوقع أنه كان خروج متوقع، لكن للأسف أن هذا ما يحدث منتخب الكويتي في الفترة هذه والفترة الماضية بسبب سوء تخطيط. هو بلا شك عدم وجود دوري قوي، عدم وجود احتراف، عدم مشاركه في دوري ابطال اسيا، سيكون هذا مصير الهواة حتى من المشاركه. طيب سطام، يعني الكثيرين يحملون الاتحاد الحالي برئاسه الشيخ طلال، السؤال يطرح نفسه، لو قرر الشيخ طلال الرحيل بكره وجاء اتحاد جديد بقياده اي شخص اخر، هل يمكن تشهد الكرة الكويتية أو المنتخب الكويتي تحول فقط لمجرد رئيس الاتحاد الشيخ طلال؟ لا، هو بلا شك رحيل الشيخ طلال ليس الحل النهائي، هو الحل النهائي أن يكون هناك احتراف، أن يكون هناك ضوابط، أن يكون هناك احتراف لاعب الكويتي في الخارج دولة. لكن الفترة الماضية كانت المشكلة من دون مجاملة هو الشيخ طلال في اختيار لبعض عناصر الاتحاد، اللي للأمانة يعني استغرب انه هو مصر على وجوده، واكبر دليل اصراره على التعاقد مع فييرا واستمرار فييرا في كاس الخليج، ومن بعد كاس الخليج بسبب الضغط اللي صار من الاعلام والشارع الرياضي الكويتي اقاله وتعاقد مع نبيل معلول. ممكن البعض تساءل ان الشيخ طلال تم التعاقد مع نبيل معلول بمليون ونص لمده موسم ونص، وخرج البعض قال ان الشيخ طلال تحمل بنص تكلفه العقد. بلا شك كويت من يتحمل نص تكلفه العقد بسبب انه هو صاحب القرار استمرار فيها، لذلك هو قرار خاطئ يتحمل قراره. معليش سطام، لكن يعني مهما يكون من اعذار لدى الاتحاد الكويتي، لكن الشيخ طلال حينما يسوق للشارع الكويتي على انه الهدف كاس اسيا بعد خليجي 20 في اليمن، يخرج من الدورين يعني الاول والدور الاول في البطولتين الاسيويتين الاخيرتين، الا يستنهض هذا الشارع الكويتي البرلمان الكويتي على انه خلاص نقطه على السطر ويجب ان يرحل هذا الاتحاد؟ هو بلا شك تصريحات عكس العمل اللي يقوم في الاتحاد الكويتي، هو طلب منه بعد خليج 20 في اليمن ان تكون هدفنا كاس اسيا وتعمل كاس العالم، تتفاجأ يقوم يعمل دوري كم، تتفاجأ يمنع احتراف بعض اللاعبين، تتفاجأ في بعض القوانين والمسابقات مخالفه لابسط مبادئ الاحتراف او ابسط مبادئ كره القدم، لذلك العمل يعكس التصريحات، لذلك هناك قرارات اتوقع في الفتره القادمه ستكون على مستوى الدوله ومجلس الامه بالخصوص بوقف جاد لما يحدث في الكويتيه. نعم،
كل أماني للمنتخب الكويتي بالتوفيق. سلطان السهلي الإعلامي الكويتي، شكرا جزيلا لك أحمد. توقعاتي دقيقة تيجي عام 2002 بعد الثمانية ألمانيا، تكون بقرار سامي إنشاء لجنة التطوير. والله العظيم لو نفذ ذاك البرنامج أو المشروع أنت تتكلم إلى نقلة، لأن أنا عشته وشاركت فيه من رجال مخلصين بدءا من الأمير عبد المجيد رحمة الله عليه، والأمير خالد بن عبد الله، وإبراهيم أفندي، وحتى الأمير عبد الله بن مساعد، كلهم هذولا وأسماء أخرى بما فيهم أحمد عيد وعبد الرزاق بن داود وحاكم باعثين، مجموعة كبيرة. وأنا أقول لك كان عمل يعني يسبق الزمن اللي نحن فيه لمدة 20-30 سنة. لكن العلاقات الخاصة، وعشان لا تزعل القيادة التي كانت في ذيك الفترة القيادة الرياضية، اضطروا إنهم هم حتى القرار السامي ألغوا. وبالتالي عشنا للأسف لمرحلة أخرى. 2006 جينا الدور المنتخب اللي هو حيكون منتخب جديد، وهذا نفس الأسماء. لا مش نفس الأسماء. مع الأمير مع الأمير تركي بن خالد دخلنا كأس الخليج، دخلنا كأس العرب بأسماء جديدة، جيل سعود كريري وياسر القحطاني. في أسماء. قالك جيل جديد حيكون كامل. بالفعل جيل جديد. جينا كأس الخليج، كأس آسيا في شنغهاي في الصين، أخفقنا واستقال الأمير تركي بن خالد. استمر الكرة السعودية تتجدد بعد ما رحلت مجموعة الأسماء الأولى. ما استمرت أسماء، ما استمرت. أنت كنت موجود؟ أنا مش موجود في الساحة. لا أنت إلا موجود في الساحة. لا أنت موجود. مين استمر من الأسماء؟ مين استمر؟ سامي موجود ولا ما كان موجود؟ سامي تم إعادته في تصفيات 2006. طيب أنا أتكلم على 2016. تم إعادته في تصفيات 2006. أنا داري 2016. أنا أقول لي ما أتكلم عن سامي. تم إعادته في 2006 لأنه كان نجم 2005 هو في الدوري. يا أبويا قال لك ما في ولا حيسم من الأسماء، وأنا هذا ودخلت أسماء أخرى. وهذا مو صحيح. أنا بقول أنت تعتقد أنا تناقشني في هذا. أنت تعتقد إنه أنا ممكن أهدم المنتخب؟ هذا أكبر خطأ ارتكب، إنه هدمنا المنتخب من أجل كلمة التغيير والتصحيح، وهم كانوا أفضل نجوم الكرة السعودية. كان هدم والله ما هم من ذيك الأيام. اسمح لي، كان في ناس يتألقوا، محمد نور الثاني كانوا إذا حطهم في راسهم في أحد يبغى يشيلوه والله لا همهم لا مدرب ولا إدارة ولا إعلام. خلينا يعني الله يرحم زمان وانتهى. منهم يعني بلاش نحن خليك الحين منهم من منهم منهم يعني أنا هذا هم عارفين نفسهم الله يستر علينا بلاش خلاص نفضحهم. فبالتالي مرحلة هم الآن حيشوفوا إنه الزمن حيعاقبهم والإعلام حيعاقبهم حتى لو ما ذكروا أسماءهم، لأنه ما هو نتكلم عشان نحن، عشان وطن للأسف الشديد. تعال جيب إيش دخل مجلس الشورى وأصبح يجيب المسؤولين ويتسألهم ليش جات كده؟ لأنه ما شافوا فعل ولا عمل، وميزانيات بتلحط والدولة عمال ما تقصر على مستوى خادم الحرمين سواء في الفترة الماضية أو الحالية. لكن دور مشاريع أشياء. الآن أصبحنا تتدخل شركة أرامكو عشان نعرف فين الصرف يروح، فين الجوانب كلها دي. والآن نحن نسمع الأمير عبد الله بن مساعد يقول لك نحن نستعين بالكرة الألمانية أو المدرسة الألمانية، التجربة الألمانية. ترى برضك أنت حتكون على المحك، ما نبغى مخدر تخدير. لا ما نقول مخدرات. والله إبر تخدير ما نبغاه. تبعفنا منها. إيه لا ما نبغى إبر تخدير، وإنه والله حنسوي مشاريع. إيش السبب في إنه الإخوان القطريين والإخوان هذا في عمل إخلاص؟ في متابعة. أنتوا شايفين شيء الآن؟ معليش عفواً، يعني التجربة القطرية اليوم، أنا سألتك سؤال وأنت رحت لي للتجربة السعودية. التجربة القطرية اليوم هل تجربة ناضجة يمكن أن أقيس عليها؟ سيدي هم ما عمال ينظروا لك. التجربة الإماراتية اليوم تجربة ناضجة على مستوى الفريق الأول أقدر أبني عليها؟ شوف عدنان بيقول كلام جميل، بغض النظر نتفق ببعض ونختلف مع بعضه، لكن ومتى كانت التجارب ده؟ على قولك احنا بنتكلم عن منتخبنا اللي كان تجربة بحد ذاته، اللي كان بالنسبة لهم اللي يتعادل معاه أو يخسر منه 1-0 2-0 في الخليج يعتبر نفسه كسبان. احنا نتكلم عن كرة سعودية زي ما قال لك تعطلت من سنوات. نتكلم عن مشاريع كنا نسمع استاذ رعاية الشباب، استاذ الامير عبد الله الفيصل، انا امر من عنده شبه يومي، تخيل لحد الان ولا شيء ولا كان. انا طالبت في اكثر من موضوع الامير عبد الله المساعد انه يمر ويشوف الملعب ذا اللي هو
تعديل بس اضافها القضيه ما هي قضية. انا ما بتكلم عن مسؤول، ما بتكلم عن مسؤول اول، انه اللي حواليه ايضا كان للاسف الشديد المؤسسه الرياضيه اللي فيها نصفهم ما كانوا مخلصين، قدام الرئيس العام تلقاهم مخلصين وواقفين ويصرحون ونادي هذا الانتصار الجميل لسموه فلان، لكن في النهايه بيقدمون اعمال ولا شيء. شوف الانديه، جمعيات العموميه اللي تحدث في الانديه، لا بس هم ما يدروا عنها. لا هم يدروا يا محمد، يدروا عن يدروا عارف. لا ما هو المسؤولين دول كنا نقول البطانه وما البطانه، هم يدروا. اذا انت الان بتبحث عن عمل تصحيح، هذولك اشتغلوا وحققوا انجازات والف شكر لهم، لكن اذا تبحث عن عمل جديد الان فيجب ان يكون هناك رقابه على الانديه. جميل. الانديه بتعيش فوضى ونعرفها من زمان، اولا تزوير في الانتخابات، اضف الى ذلك انه كل اداره تجي احيانا من الانديه ما فيها انتخابات، ما في انتخابات، اضف الى ذلك بعض الانديه يغادر النادي وعليه طول العمر 200 مليون 100 مليون وفي النهايه ولا حد يكلم. جميل. فين 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 الرقابه طيب. وفين المراقبه؟ لا لا دقيقه، انا بقول لك هذول ما بينظروا انه يحققوا لي بطوله خليج ولا اسيا، عمال ينظروا على مستوى ثاني، عمال عندهم مشروع كبير. وانا ارى انت لا يعني واحد بيقول لك ابغى بطوله كاس العالم استضيفها 2022 جايه كده. لا وشوف ايش اللي وراها من عمل استراتيجي وتخطيط. جميل. ابو صقر اختم معاك في اقل من دقيقتين، تحول الى المنتخب تفضل. لا طيب مش لا اقل من دقيقتين بس، انا ابو فارس قبل قليل تحدث عن أسماء استمرت، يعني تحدث عن التغيير ما التغيير، وضرب مثال بعودة سامي جابر واستبعاد نور وكذا، وذكر حاجات يعني إنها يعني ما هي ظاهرة صحية، إنه مهازل صحيح. تفق معي في المقابل فارس أمس يعني أشن حملة على الإعلام النصراوي اللي مزعلانين على عدم ضم فلان وفلان وفلان، وقال خلوكم مع المنتخب وعندنا ما لنا أسخل أسماء. أنا أبغى أفهم يعني بصراحة يا أبو فارس، معلش يعني أنت بالأمس كنت تتحدث وحتى وجهت الكلام إنه يعني الإعلام النصراوي والشارع النصراوي يغلي ليه يضم فلان وليش يشال فلان وليش يلعب فلان. خلاص يا حبيبي، هذا تشكيلة منتخب وهذا موجود. في المقابل الحين أنت تتحدث وتقول في السابق إحنا عارفين ليش أبعد محمد نور وليش أبعد فلان وليش أبعد فلان. طب أنا جاوبك، انا ما محمد قال لي دقيقتين انا خلص. لا انا اجاوب انك تساله وفي مطر اني اجاوب. لا لا لا.